ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. شوفوا انفصاليو البوليساريو يعتدون على شاب مغربي بمدريد. قامت مجموعة من الانفصاليين التابعين لجبهة البوليساريو الذين كانوا يتظاهرون بحر الأسبوع المنصرم بالعاصمة الإسبانية مدريد بالاعتداء بشكل عنيف على مواطن مغربي حذر من مدينة طنجة. وحسب مصادر مقربة من الشاب فإن الواقعة كانت خلال تجمع للانفصاليين الذين رددوا شعارات معادية للوحدة الترابية للمملكة، حين رد الشاب المغربي المقيم في إسبانيا بفخر على هتافات الانفصاليين من خلال الهتاف بشكل متكرر بأن الصحراء مغربية وما هي إلا لحظات، حتى هاجمه عدد من الانفصالي البوليساريو بينما هو يوثق المشهد بهاتفه النقال، وعرضوه للضرب والركل واللكم بعنف شديد. وأفادت المصادر أن الشاب إبراهيم نجا من الاعتداء بإصابات وكدمات على مستوى الوجه وباقي جسده، لكنه أعلن على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه فخور بالرد على الشعارات الكاذبة لانفصالي جبهة البوليساريو. Se cumplen 48 años desde que el Estado español abandonara Sahara Magrabia. Ay ay ay. Sahara Magrabia. Ay ay ay. Sahara Magrabia. No hediku Sahara. Sema. Hada khay mashi. Amash sawa pauvre jara mourash maït. Lakin dima Sahara Magrabia kharj dial wata. Sema. Kulchi kibra illa al wata.